كلمة طيبة من قالها من القلوب تقربا، كلمة طيبة من نورها تسمو على كل الربا، كلمة طيبة. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على أحد أن القلوب كالأبدان تمل وتتعب وتكل، وإذا كلت عميت، وعماها عمى القلوب ألا تحسن التصرف ولا تهتدي إلى وجوه الصواب، ولهذا فهي بحاجة إلى ترويح وراحة. وقد قالوا: روحوا القلوب تع الذكر، وقالوا: روحوا القلوب ساعة وساعة. ولكن العاقل لا يحول حياته أو جل وقته إلى هذا الترويح بالمزاح واللهو، ففي ذلك مخاطر وآثار سيئة تعود على الفرد وعلى المجتمع. فالمزاح له ضوابطه وآدابه، وله أسلوبه وخطابه. ومن أفضل ما رأيت في هذا الباب قول الشاعر، وهو شاعر الحكمة أبو الفتح البستي، يقول: أفي الطبع كالمكدود بالجد راحة، تجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزاح فليكن بمقدار، بمقدار ما يعطى الطعام من الملح، فهو كالدواء ينفي عن الإنسان ما طرأ عليه من سأم وما اعتراه من هم، وينفث به ضيق صدره. وإن الطبيعة البشرية تميل إلى السهولة والتحرر من القيود، ويا خطر ذلك إذا تعدى الآداب والحدود. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويخفف عنهم ما بهم من ضيق وتعب قلبي ونفسي، فقالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا، أي تمازحنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا. كلمة طيبة. لقد داعب النبي صلى الله عليه وسلم الصغار ومازحهم، وهم أحوج الناس إلى ذلك، وله فائدة عظيمة إذا كان لهوا هادفا ومزاحا للتربية والتعليم قاصدا. يقول أنس بن مالك: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وكان لأخ لي صغير نغر، وهو العصفور، فمات فوجده حزينا، فبدأ يداعبه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان يدلع لسانه للحسن بن علي وهو غلام صغير، فيرى الصبي حمرة اللسان فيبهش إليه، أي يسرع إليه ويتناوله. وكان يمازح خادمه أنس بن مالك الغلام الصغير ويقوله: يا ذا الأذنين. وكان عليه الصلاة والسلام يمازح النساء، فقد جاءته عجوز فقالت: يا رسول الله، ادعو الله لي بالجنة. فقال لها: لا يدخل الجنة عجوز. فذهبت وهي تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، كما قال تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا. وأترابا أي في سن واحدة 18 عاما. وكان يمازح الكبار من الرجال، فقد جاءه رجل يستحمله، أي يطلب منه ما يحمل عليه متاعه ويركبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: ما أصنع بولد الناقة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ في مواقف كثيرة من هذا، ومنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحمر اللون، فقال له: أنت أبو الورد. وعلى هذا كان الصحابة مع أسرهم وأصحابهم
قال عمر رضي الله عنه: إنه ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، أن يداعبهم ويمازحهم. وكان زيد بن ثابت إمام القرآن وإمام الفقه، كان أفكه الناس في بيته، فإذا خرج كان رجلاً من الرجال. وكان محمد بن سيرين، وهو من أعلام التابعين الكبار، يمزح ويضحك حتى يسيل لعابه على خده. كلمة طيبة. إن المزاح هو لحظات استجمام وراحة، فإذا كان فيه إثم أو إساءة فهو يسود الوجه ويدمي القلب ويورث البغضاء بين الناس ويحيي الضغينة، وإذا كان في غير معصية فهو يسلي أي ينسي الهم ويزيد الصداقة والمحبة ويحيي النفوس ويذهب الوحشة. فالعاقل يستعمل من المزاح ما ينسب بفعله إلى الحلاوة، ولا ينوي به أذى أحد ولا سرور أحد بمساءة أحد آخر. كلمة طيبة. وكيفما كان الحال فليس من الخير أن يكثر المرء من المزاح قولاً أو استماعاً، وقد أصبح له قنواته ومروجوه حتى صار إدماناً وعادة راسخة عند بعض الناس. بل المزاح هو رشفات من ماء الحياة التي ترش على القلوب لتنتعش، وعلى الأفئدة لتستريح، وعلى العقول لتتجدد، ولا نقول فيها إلا حقا. حروف تشرق بالنسمات، تزرع أملا بالكلمات، يبقى منها ما يحيينا. كلمة طيبة. كلمة طيبة.